مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة حلو عن جد سريعة وكتير طيبة ما بتخطر عبال حدا. أول شي عنا كوب شعيرية من شعيرية منا نعملها للحلو اللي عنا، كوب مي، ملعقتين طعام سكر، نص ملعقة صغيرة قرفة، تفاحتين. قبل ما نبلش بالطريقة بتمنى تعملوا لايك للفيديو شير، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط بالطنجرة زيت نباتي، حطيت حوالي 3 معالق طعام، وبحط شعيرية، بقليهم مع بعض على الغاز لياخدوا اللون الذهبي. نحن على طول بنعرف الشعيرية للطبخ. هيدا الفيديو اللي عم بعملكن اياه كيف نعمل الشعيرية نحولها من الطبخ للحلو. الطريقة كتير عن جد روعة ورح تعجبكن. بقلبن منيح لياخدوا اللون الذهبي. بس اخدت الشعيرية هيدا اللون الذهبي الخفيف، هلا بنحط فوقها كوب المي. بسم الله. حط السكر، القرفة، بخلطهم مع بعض، بخفف الغاز شوي على الأربعة وبتركهم يغلوا مع بعض. هلا هنو عم يغلوا، أنا وياكم بدنا نقطيع التفاح. بقشر التفاح قبل، كمان بنقطع التفاح. يعني هيدا الحلو ما بتاخد معنا تحضير اكتر من 10 دقايق، بتاخد اقل من 10 دقايق بالتحضير. بعمل التفاح بهيدا الشكل، برقق التفاحات، شفتوا كيف؟ بهيدا الشكل، بهيدي السماكة. يا الله ريحة القرفة شو طالعة حلوة وفاحة بالبيت كله، بتعطي نكهة كتير طيبة مع هيدا التفاح. كمان رح اقطع التفاحة التانية اقشرها واقطعها. بعد ما قطعنا التفاحات هلا بدنا نحطهم فوق الشعيرية. بسم الله.
خلطهم مع بعض. هيدي الشعيرية استوت، هلا ما نخلي التفاح يستوي. بعد ما حطيت التفاح رح حط 3/4 الكوب مي. هلا بدنا التفاح يستوي. بغطي الطنجرة وبتركهم يغلوا مع بعض ليستوي التفاح. بتأكد من التفاح انه استوى. واو هيدا تفاح استوى. هلأ طفي الغاز ومنحطهم بوعاء صاروا جاهزين للتقديم. شكل التفاح كتير طالع روعة، ما بدي اياه يخبص. هيدا الشكل كتير رائع. هلأ بحطهم بالصحن. بسم الله. عفكرة حلو كتير، رائعة وطيبة بالشتا، شتوية تقريبا بتدفي. بما انه عملتها على قرفة رح حط عودة قرفة بهيدا الشكل منظر. بس رح حط شي خفيف فستق حلبي. كمان رشة قطر خفيفة. بتحطوا قطر انتو حسب الرغبة. هيدا طبق الحلو اللي عملته انا وياكم من شعيري، كتير رائع مثل ما شايفين، وبتمنى تجربوا الطريقة، وإذا جربتوها تردوا علي خبر شو رأيكم فيها. بتمنى تعملوا لايك للفيديو وشير، والمشتركين والمشاهدين الجدد يشتركوا بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي أحبابي. باي باي.